المسائية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم تختتم بتتويج المتفوقين من فئة التباري الثلاثة، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية من أهم ما يلتزم به مشروع قانون المالية للعام المقبل، وإقليم الحوز بمؤهلات طبيعية خلابة وبنية تحتية تجعله قبلة للسياح مغاربة وأجانب. ضيفنا من مراكش مروان شيوخ رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإقليم الحوز. أهلا بكم. مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم التي نظمت بتنزانيا على مدى 4 أيام اختتمت أمس بتتويج الفائزين من فئات التباري الثلاثة. المسابقة تنظم بغرض العناية بكتاب الله حفظا وتجويدا وربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بالقرآن الكريم، وتنظيمها حظي بإشادة الرئيسة التنزانية سامية حسن صلوحي. التفاصيل مع سعاد زعتراوي. دار السلام تودع المشاركين في مسابقة تجويد القرآن، وحفل الاختتام كان أمس بمسجد محمد السادس. الجائزة الأولى في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل برواية ورش عادت لمشارك من نيجيريا، والرتبة الثانية كانت من نصيب مشاركين من الصومال، فيما عادت الجائزة الثالثة لمشارك من موريتانيا. جوائز أخرى منحت للمتسابقين في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل بباقي الروايات، كما منحت للمتسابقين في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل. أنا هذا اليوم الفوز الأول، أشكر الله كثير، الحمد لله رب العالمين. أشكر المملكة المغربية محمد السادس العلماء الأفارقة، وأشكر الجمهورية التنزانية الاتحادية، الحمد لله رب العالمين، أشكركم كثير. شاركت في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا بباقي الروايات فرع الثاني، فالحمد لله الله أكرمني بالفوز في هذه المسابقة المركز الأول. والله أنا مسرور جدا جدا، لأن المسابقة أقيمت في دولتنا، ولذلك حاولت أن أجتهد في هذه المسابقة حتى أعلن للجميع أن تنزانيون مجتهدون. سبحان الله. إن هذه المسابقة تأتي في وقت نحن بحاجة إليها، وهذا اللقاء القرآني من شأنه أن يساهم في تقويم أخلاق الأمة. كل الشكر لجلالة الملك على بناء هذا المسجد العظيم، والكلام لرئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية سامية حسن صلوحي في رسالة لها في اختتام فعالية الدورة الثالثة لتجويد القرآن. كان مسابقون في من كل تقريبا من كل بلد في افريقيا، من كل امصار يعني جاء هنا، وكانت يعني صعبا، لان الكل المسابق كانت يعني يقرا بالضبط. المسابقه كانت في اعلى المستويات. نجاح المؤسسه منذ البدايه، حيث ان الاقصائيات كانت في مستوى عالي جدا، وافرزت قراء وقارئات على المستوى الكبير جدا، فكانت المنافسه شديده، لدرجة أن لجنة التحكيم وجدت صعوبة بالغة في التمييز بين الدرجات العليا التي من القراءة التي امتاز بها المتسابقون. مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ومقرها بمدينة فاس أنشئت عام 2015 لتوحد وتنسق جهود العلماء المسلمين بكل من المغرب وباقي الدول الإفريقية. سنوات من الاشتغال في سبيل تنشيط الحركة الفكرية والعلمية والثقافية في المجال الإسلامي، ومسابقة تجويد القرآن وترتيله غيض من فيض المؤسسة. والدولة المتاخمة لتنزانيا كينيا تعلن عن رئيسها الجديد لسنوات الخمس المقبلة، ويليام روتو البالغ من العمر 55 سنة ونائب الرئيس المنتهية ولايته حصل على 50.49% من مجموع الأصوات المدلى بها في انتخابات الثلاثاء الماضي، متفوقا بالتالي بفارق بسيط عن منافسه الرئيسي رايلا أودينغا، وفق ما أعلنه اليوم المركز الوطني للفرز للجنة المستقلة للانتخابات.
نبقى في القارة السمراء، فبعد 9 أعوام من التواجد على أرض مالي وعلى خلفية علاقات متوترة بين باريس والمجلس العسكري الحاكم بباماكو، غادر اليوم آخر الجنود الفرنسيين المنتمين إلى قوة برخان لمكافحة الجهاديين حدود مالي في اتجاه النيجر. النيجر التي وافقت على إبقاء قاعدة جوية فرنسية في نيامي و250 جنديا للعمليات العسكرية على الحدود المالية. فرنسا قالت إنها ستبقى ملتزمة في منطقة الساحل وكذلك في خليج غينيا وفي منطقة بحيرة تشاد مع كافة الشركاء الملتزمين بالاستقرار ومكافحة الإرهاب. دوليا دائما احتفلت اليوم طالبان بمرور عام كامل على عودتها إلى السلطة بأفغانستان في يوم أعلن عطلة رسمية ويعيد إلى الأذهان مشاهد حشود الأفغان الفارين من بلادهم بعد سيطرة الحركة مجددا على كابول وانسحاب القوات الأمريكية والأطلسية منهية بذلك وجودها على أراضي أفغانستان لعشرين سنة متواصلة. احتفال اليوم يأتي بعد عام شهد أزمة إنسانية كبيرة وتراجعا حادا في حقوق النساء بالبلاد. في هذا السياق دعا صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الاثنين إلى عدم نسيان النساء والفتيات الأفغانيات المحرومات من حقوقهن الأساسية رغم الأزمات الأخرى التي يعاني منها العالم. والبطالة هذا العام ستهم 42% من الشابات بالمنطقة العربية، ما يزيد بثلاث مرات عن المعدل العالمي. هي من بين الأرقام التي كشف عنها تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية. جاء فيه كذلك أن البطالة عموما بين شباب العالم العربي هي الأعلى في المعمور. التفاصيل مع سعيد أجنة. الدول العربية تسجل أعلى وأسرع معدل بطالة بين الشباب في جميع أنحاء العالم، وذلك حسب ما كشف عنه تقرير منظمة العمل الدولية، حيث توقعت المنظمة أن يصل معدل البطالة وسط الشباب في دول المنطقة إلى أزيد من 24%، فيما بلغ معدل البطالة بالنسبة للشابات إلى أزيد من 42%، وهو أعلى مستوى بنحو 3 أضعاف من المتوسط العالمي لبطالة الشابات. أما على المستوى الإفريقي فقد بلغ معدل بطالة الشباب أزيد من 12%، ما يخفي حقيقة الشباب الذين اختاروا الانسحاب من سوق الشغل تماما. فالتقرير خلص إلى أن الجائحة أدت إلى تفاقم تحديات سوق العمل العديدة التي تواجه الشباب عبر العالم، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، وهم الذين فقدوا وظائفهم بشكل أعلى بكثير من البالغين خلال فترة الجائحة، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الشباب العاطلين عن العمل في العالم إلى أزيد من 70 مليون عاطل خلال هذه السنة. بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك على إثر الحادث المفجع لاندلاع حريق في كنيسة أبي سيفينا غرب القاهرة، مما جاء في البرقية: تلقيت بتأثر بالغ وأسى عميق نبأ الحادث المفجع، وإذ أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وبلدكم الشقيق من كل مكروه، أرجو أن تتفضلوا فخامة الرئيس بقبول أخلص مشاعر تضامن وتعاطف. في الخبر الوطني، أسعار المحروقات بمختلف محطات التزويت تراجعت يومه الاثنين ببلادنا بدرهم بالنسبة للتر الواحد من الغازوال وبحوالي 80 سنتيما للتر من البنزين. وفق ما رصدته كاميرا القناة صباح اليوم بالدار البيضاء، تراجع يعزى حسب أرباب المحطات إلى السياق العالمي المتسم ومنذ أسابيع باستمرار انخفاض سعر البرميل من النفط الخام. يومه الاثنين تراجع سعر البرميل بأكثر من 5% ليستقر عند 93 دولارا لخام البرنت و 87 دولارا بالنسبة لخام غرب تكساس. المسائية متواصلة وفيها أيضا للتراث السملالي معرض خاص يبرز غنى هذا التراث ومهارة مبدعيه، وجبال إيدو تنان احتضنت مسابقة كأس العرش للدراجات الجبلية.
وقبل ذلك، مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يراد منه تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، كما عبرت عن ذلك المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع القانون المذكور. من أبرز محاور ذلك العمل على إتمام تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك. التفاصيل مع حمزة إيت مسعود. مشروع قانون المالية لسنة 2023 يضع على رأس أولويته إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، خيار استراتيجي يروم مؤسسة العدالة الاجتماعية عن طريق تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز مسؤولية الدولة ودورها المحوري في مكافحة الفقر والتقليص من الفوارق. تعزيز أسس الدولة الاجتماعية سيتأتى حسب المذكرة التوجيهية الحكومية من خلال تفعيل تعميم التعويضات العائلية وفق مقاربة المساعدة المباشرة، والتي ستستهدف الفئات الهشة والمؤهلة لهذه التعويضات. وستعمل الحكومة على تعميم هذه التعويضات تنفيذاً للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش، وسيستفيد حوالي 7 ملايين طفل من الأسر الهشة والفقيرة. في نفس السياق ستستفيد أيضاً 3 ملايين أسرة أطفالها دون سن التمدرس. وفي هذا الإطار يستلزم بلوغ هذه الأهداف حسب ذات المذكرة توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ هذه الأوراش المهيكلة، مع السهر على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. كما ورد في العناوين، اختتم أمس بمنطقة إيداو سملال نواحي تيزنيت معرض التراث السملالي في دورة أولى تحتفي بالمنتوجات المحلية التي تبرز غنى وتنوع المنطقة. تحتفي أيضا بمهارة النساء السملاليات في مجال الصناعة التقليدية. روبرتاج محمد بوبكر ورفيق أجومد. جمعت نسوة إيداو سملال كل المأكولات التراثية للمنطقة في وليمة إدرنانة لاستقبال ضيوف القبيلة في ملتقى التراث السملالي في دورته الأولى. الملتقى يشكل فرصة لاستنشاق عبق تاريخ الأمازيغي العريق من خلال المعروضات التقليدية. الهدف من هذا الملتقى هو كما كتشوفوا تعريف بالمنتوجات ديال إقليم تيزنيت بصفة عامة، وكذلك باش تعاونوا تتعرفوا على بعضياتهم، وكذلك الهدف منه باش الدار في إيداو سملال هو المرأة السملالية تولد هي المنتوج ديالها. المعرض يعد بمثابة فضائل لنساء دواوير إقليم تيزنيت لعرض منتوجاتهن الطبيعية كالأعشاب والملابس التقليدية والحلية التي تتزين به نساء هذه المناطق الجبلية. الهدف من المعرض هو أن التعاون ياتي، نعرفوا أول حاجة نعرفوا بقبيلة إيداو سملال، ثانيا يحضروا معنا هذا التعاون وما يستافدوا شوية، حيت كاينين تعاونيات اللي الله بادين. المعرض فرحنا ليه بزاف حيت جاو ليه العدد ديال التعاونيات باش يعرضوا المنتجات ديالهم. التظاهرة في نسختها الأولى ترم التعريف بالموروث الثقافي الأمازيغي، كما تعد بمثابة فضائل لتسويق منتجات تعاونية الفلاحية بمنطقة إيداو سملال. بعد شلل فرضته الجائحة، السياحة بإقليم الحوز تنتعش بفضل اختيار المنطقة من طرف عدد هام من الزوار مغاربة وأجانب. أكثر من 100 وحدة فندقية هنالك سجلت نسبة ملء تزيد عن 90%، كما سنتابع في ربورتاج الحسن هبان ومحمد شحيمة. خضرة دائمة، هدوء ساحر، طبيعة أخاذة. هنا يقتطع السياح المغاربة الفرون من ضوضاء المدن أوقات للاسترخاء. نتواجد هنا في منطقة للا تكركوس بإقليم الحوز التي تبعد عن مدينة مراكش بحوالي 30 كيلومترا. للا تكركوس منطقة سياحية مزيانة، كيجيو لها الناس من أي بلايصة، من الأجانب السياح كلشي كيجيو لهنا. راه كاين الما، كاين جيتسكي، كاين لي غوستوراسيون باغتو، كاع لاكتيفيتي كلها هما كاينين. في جانب آخر من إقليم الحوز، طبيعة بكر ساحرة ترتاح فيها أبدان السياح المنهكة بإيقاع الحياة المتسارعة في المدن. نتواجد هنا في منطقة أيتورير بين مراكش وورزازات. منطقة سياحية الدرجة الأولى، عندنا وديان، عندنا الجبال، عندنا العين ما بعيداش بزاف، إوا والمناظر زعما خلابة والناس مضيافة. وفهمت راه شتي، أنا جيت على برا وجايب معايا الناس لهنا ولقاو فين يستقروا. هاد القنت هذا ديال أيتورير ديال هاد الريجيون بالنسبة للحوز سمر مزيان، كاين الإقبال بالنسبة للناس، تشجع السياحة الداخلية.
يسعى المهنيون داخل أزيد من 100 وحدة سياحية مصنفة في إقليم الحوز إلى جذب مزيد من السياح. يسكنهم التفاؤل بفضل عودة الجالية المغربية وعودة السياحة الداخلية إلى مستويات جيدة مقارنة مع فترات الإغلاق الشامل. ومعنا مباشرة من مراكش مروان شيوخ رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإقليم الحوز. مرحبا بك. إذن بأي وتيرة يسير الموسم السياحي الحالي بإقليم الحوز وما الذي يميزها بعد موسمين عجافين؟ شكرا شكرا على الاستضافة. عرف القطاع ديال السياحة عرف سنتين عجاف اللي عشناه وحنا كمجلس إقليمي للسياحة بإقليم الحوز عشناه مع المنعشين السياحيين بالإقليم، ولله الحمد في هذه الفترة ديال الصيف عرف الإقليم عرف انتعاش بالتوافد ديال السياحة الداخلية وكذلك السياح المغاربة المقيمين بالخارج اللي كما كنعرفوا التوافد هذه السنة عرف التوافد ديال 3 مليون سائح مغربي مقيم بالخارج، وكذلك هذه المؤسسات الفندقية اللي عرفت واحد النسبة ديال الملء اللي تجاوزت 90%. الحمد لله. نعم، إذن الموسم الحالي يأتي في ظرف طبيعي استثنائي يتبعه الجفاف وندرة المياه، ألم يؤثر ذلك على المناطق التي يقصدها الزوار أصلا تغريهم فيها طبيعتها أولا، وهل من إجراءات تتخذونها لتدبير أحسن لهذه المادة النادرة حاليا؟ الجفاف أزمة كما كنعرفوا حنا، الجفاف ماشي غير في الاقليم ديال الحوز كاين على الصعيد الوطني، ولكن الان اصبح ازمه عالميه. حنا كنشتغلوا كمجلس اقليمي كنشتغلوا مع اللجنه الاقليميه ديال الماء اللي تترأسها السيد عامل اقليم الحوز، كذلك باش تنعطيو بعض المقترحات، وكنشتغلوا مع السلطات بالتنزيل ديال التوصيات ديال اللجنه اللي باش تنواكبوا معاهم هذه المقترحات. وكاين كما كنعرفوا حنا عندنا بعض المؤسسات اللي كتقوم بالاعاده ديال التدوير ديال المياه اللي كتستعمل في الغسيل اللي كتقوم بالسقي ديال 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 المناطق الخضراء اللي كتوفر عليها هذه المؤسسات. نعم، اذا بعد ركود السياحه تنتعش تدريجيا اذا بالمنطقه، يعني هل من تدابير واجراءات تتخذونها لضمان استمراريه توافد الزوار والحفاظ على المكتسبات المحققه استمرار توافدهم على المنطقة رغم انقضاء فترة الصيف التي تعرف أصلا حركية كبيرة؟ احنا كإقليم كنتوفر على واحد 200 تقريبا ديال مؤسسة سياحية، هذه المؤسسات اللي كتوفر واحد تقريبا واحد 4000 منصب ديال الشغل. احنا كمجلس إقليمي ديال السياحة بإقليم الحوز الآن كنشتغلوا باش نحاولوا باش نوضعوا واحد اتفاقية شراكة مع واحد المؤسسة ديال التكوين اللي كتواجد على التراب ديال الاقليم باش نواكبوا هاد المؤسسات باش نكونوا لهم لي زومبلوي ديالهم. وكذلك وضعنا واحد البوابه الكترونيه اللي وضعها المجلس الاقليمي ديال السياحه باقليم الحوز، هي visitelhouse.com اللي كتقوم بالترويج ديال خمسه ديال النقاط ديال الجذب اللي كيتوفر عليها الاقليم على مدار السنه. مروان شيوخ رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإقليم الحوز، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من مكتب القناة بمراكش. والوجهة الآن شمال المملكة تحديدا، جماعة بن سميح القروية بنواحي الجبهة التي أصبح لها فريق كرة قدم نسوي أسسته مهاجرة مغربية ببلجيكا، ارتأت بعد عودتها إلى أرض الوطن فتح هذا الباب أمام نسوة القرية، شجعها على ذلك أكثر تألق اللبؤات مؤخرا. روبورتاج عبد الفتاح مؤمن. شكلت هذه المرحمة مصدر إلهام للسيدة فاطمة أوراهي مهاجرة مغربية عائدة من بلجيكا، كونت فريقا من بنات جماعة بن سميح اللواتي تستهويهن ممارسة كرة القدم النسائية. بنات في مقتبل العمر تتراوح أعمارهن بين 8 و16 سنة، كوننا فريقا هو الأول بمنطقة الجبهة التابعة ترابية لإقليم الشفشاون. وصول البنات للفينار فزني بزاف أنني نزيد نلعب كرة القدم. الهواية ديالي المفضلة هي كرة القدم، وكل أحد كنجي كنمارس هذه الهواية ديالي في هذا الملعب أنا والأصدقاء ديالي باش كنقوزو وقت ممتع. توفر ملعبين معشوشبين بالمنطقة ساهم في برمجة دوريات لاستقطاب البنات من الجماعات القريبة في ظل تغير نظرة الكثير من الآباء لكرة القدم بعد الطفرة الأخيرة لكرة القدم النسائية بالمغرب.
وصلوا لفينا الجمهور اللي مشى يشوف 60,000 جمهور اللي مشى يشوف النساء كيلعبوا الكره كيتما هذيك كتشجع كيتما هذه منطقه صغيره بنات باقي حشومه كره ديال الرجال ماشي ديال البنات كيتما هذيك كتشجع كيتما كيبغيو يلعبوا البنات كنشجعوهم حنا بصدد تطوير هاد المشاركات النسائيه في المراحل القادمه ان شاء الله تكون عندنا فرق عود متعدده ويكون عندنا دوري كنطمحوا يكون عندنا دوري يكون المشاركات النسائيه ان شاء الله. الى جانب رهان تنظيم دوري نسائي محلي ستمكن القاعه التي ستفتتح قريبا من بناء النواه الاولى لكره القدم داخل القاعه وخلق ديناميه رياضيه وثقافيه في منطقه قرويه تضم 4 جماعات تقع بين البحر والجبل. رياضيا دائما لكن على مستوى المنافسات هذه المرة توج عبد الله حيدة ورجاء شاكر بلقب كأس العرش للدراجات الجبلية التي جرت منافساتها أمس الأحد في مدار مغلق بجبال إيدو تنان، منافسات عرفت مشاركة أكثر من 100 متسابق من مختلف الفئات العمرية كما سنتابع في ربورتاج محمد بوبكر ورفيق أقوماد. بين جبال أكادير إيدو تنان تنافس مجموعة من الدراجين من فئة عمرية مختلفة يمثلون 17 جمعية من مختلف ربوع المملكة. من بين أزيد من 100 متسابقة فاز موسى الطالب عن فئة الأقل من 23 سنة بلقب كأس العرش للدرجة الجبلية لسنة 2022. وكان سباق جد صعب بالنسبة للمدار اللي كان قاسح تبارك الله من ناحية التكنيك من ناحية البوصات العقابي، والحمد لله بما أنني كنعيش في الأطلس المتوسط وموالف بهذا الشيء هذا قدرت اليوم أنني نحقق المركز الأول. بطلة إفريقيا الشابة رجاء شاكرة بسطت سيطرتها على السباق. ممثلة شباب سوق السبتة توجت هذه السنة بلقب كأس العرش عن فئته الشابات. بالنسبة للمنافسة كانت منافسة قوية حيث كانوا مجموعة من الشابات اللي كيحصلوا على النيفو زوين، الحمد لله تمكنت من حصول المركز الأول. في فئة الكبار تفوق عبد الله حيدة ابن جمعية أجيال دمنات على باقي المتسابقين. التظاهرة هذه السنة تميزت بصعوبة المضارة إلى جانب الندية القوية بين المشاركين والمشاركات. كانوا بعض الصعوبات عند الدراري في التكنيك لأنه كانوا شي حوايج اللي كانوا جداد في هذا السيركوي. في الأول قلنا لهم بأنه باش يكون صادق خصنا شوية ديال السلامة. حاولنا معاهم كنقول لهم أودي إلا جاتكم شي حاجة اللي هي صعيبة ولا شي حاجة يمكن لك تهبط لأن الفي تي تي ماشي هي ديما كتكون راكب يمكن لك تهبط من الفيلو تدفع برجليك. هذه التظاهرة الرياضية نظمت هذه السنة من طرف نادي أكادير للدراجات الجبلية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للدراجات. في ختام المسائية نذكر بأبرز ما جاء فيها. مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم تختتم بتنزانيا بتتويج المتفوقين من فئات التباري الثلاثة. تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من أهم ما يلتزم به مشروع قانون المالية للعام المقبل وإقليم الحوز بمؤهلات طبيعية خلابة وبنية تحتية تجعله قبلة مميزة للسياح مغاربة وأجانب. لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقع القناة دوزام.ما أو تطبيق ماي دوزام. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.